مساء الخير مرة تانية. صار معنا الدكتور طلال السعدي، اختصاصي بالأمراض القلبية وجراحتها، لنحكي أكثر عن النوبة القلبية وشو بتفرق عن الذبحة الصدرية والخناق الصدري. تفاصيل كثيرة رح نعرفها معكم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. أهلا دكتور. دكتور بداية بدنا نحكي نحن شو هي النوبة القلبية أو شو هي الأزمة القلبية، شو تعريفها؟ الأزمة القلبية أو النوبة القلبية، طبعا القلب فيه جملة كبيرة من الأمراض ممكن تصيبه، هل من ضمن نقص التروية القلبية أو أمراض الصمامات القلبية، سوء وظيفة العضلة القلبية، يعني هناك طيف واسع من الأمراض بصيب العضلة القلبية. هلا المقصود فيه علميا لما نقول كلمة أزمة قلبية، أزمة قلبية أو حالة قلبية حادة، لما أحد هذه الأمراض الحالة المريض تتفاقم بشدة وبتكسر معاوضته، مما يؤدي إلى تهديد حياة المريض أو إلى تهديد، يعني إلى أن يكون المريض بحالة طبية حرجة قد تؤثر على عمل باقي الأعضاء. طبعا يعني بالمصطلح العامي، أشيع شيء للأزمات القلبية هي الأزمات الناجمة عن نقص التروية الإكليلية. فهل يعني المصطلح العامي أو أقرب لتفكير الناس إنه ما هي الأزمة القلبية، هي الأزمة القلبية الناتجة عن نقص التروية الإكليلية. لما يتفاقم نقص التروية الإكليلية بيكون القلب له جملة من الشرايين بتروي، نقص التروية القلبية لما بصير فيها تضيقات هذه الشرايين بحيث بتخف كمية الدم التي تروي العضلة القلبية، بيكون الحالة مستقرة لما أحد هذه الشرايين ينغلق بشكل كامل أو ينقطع بشكل كامل مرور الدم فيه، بصير ما يسميه العوام بالجلطة، جلطة أو علميا هو احتشاء العضلة القلبية. فهي تقريبا تعتبر يعني احتشاء العضلة القلبية أو الجلطة بالمصطلح العامي هي أشيع سبب للأزمة القلبية وأهم سبب بيهدد حياة الإنسان. طيب دكتور، هلأ ما نحكي شو الأعراض اللي بيراجعك فيها المريض المصاب بالنوبة القلبية أو الأزمة القلبية؟ الأعراض هلأ حسب حالة المريض، يعني حسب السبب الأساسي الذي أدى إلى حدوث الأزمة القلبية. هلأ بشكل عام أشيع سبب ممكن يشعر فيه الإنسان هو ضيق التنفس أو بنسميه علميا الزلة التنفسية، بالعامي اللهاس، بصير اللهتة. هاللهتة الشديدة هي قد تكون أول علامات إصابة المريض بأزمة قلبية، مهما كانت الأزمة القلبية، سواء كانت نتيجة مثلا تسرع شديد بعضلة القلب، في مرضى بيعانوا من اضطراب بكهربائية القلب، تجيهم نوب من تسرع القلب، يكون هون القلب سليم 100%، لكن هالنوب من تسرع القلب هي اللي بتؤدي إلى انكسار معاوضته للمريض. فمثلا حتى اضطرابات النظم، هي تسرعات القلب بيكون احيانا اول عنصر فيها، اول علامه يشعر بها المريض هي ضيق التنفس والزله، وظاهريا بتظاهر معه باللهاث الشديد. ممكن بالاضافه لعرض اخر اللي هو الالم الصدري. الالم الصدري بيميز حالات نقص التروية القلبية، المرضى اللي عنده نقص التروية القلبية، بيميز ايضا مرضى احتشاء العضلة القلبية. فنقص التروية القلبية عند المرضى المستقرين بيكون نتيجة بذل جهد معين، مثلا بيطلع لطابقين او ثلاثة، عند الطابق الثالث بيشعر بالم الصدري. هلا بالازمة القلبية لما بصير الحالة حادة وشديدة، بصير الالم الصدري وهو المريض حتى بحالة الراحة، وهي علامة خطيرة جدا، بينتقل من شيء اسمه خناق مستقر، يعني حالة مستقرة ممكن معالجتها دوائيا، الى حالة غير مستقرة خطيرة قد تهدد حياة الانسان، هي ان يشعر بالالم الصدري اثناء الراحة. اثناء الراحة. أيوة. وهون الألم الصدري أيضا تختلف صفاته، دائما الألم القلبي لا علاقة له بالتنفس، بياخذ الإنسان شهيق أو زفير ما بيتحرك، أيضا بالضغط على الصدر ما له علاقة، بصير ولا يستمر أكثر من نصف ساعة، يعني من دقائق وأحيانا ثواني إلى أقصى حد نصف ساعة. إذا كان ألم قلبي ناتج عن نقص تروية استمر لحدود النصف ساعة وتجاوز النصف ساعة، هذا يعني أنه المريض دخل بمرحلة الاحتشاء، يعني عاميا جلطة. أوكي. الشريان انغلق بشكل كامل وانقطع التروية الدموية عن جزء من العضلة القلبية بشكل كامل، هذا طبعا شيء قد يهدد حياة المريض وقد يؤدي إلى وفاته أو إلى هي. ويترافق أيضا هذا مع عرض آخر اللي هو الإحساس بالإقياء. الإقياء بصير عند المريض إحساس بالإقياء، يعني رغم أنه لم يتناول أي شيء، بيصيبه نوع من التعرق البارد والوهن العام. طبعا التعرق البارد نتيجة يعني جملة عصبية ما لها علاقة بالقلب، هي بتتأثر بالاحتشاء العضلة القلبية، جملة للنظيرة الودية والودية، فبصير نوع من التعرق البارد والوهن العام مع تباطؤ القلب، بيشعر المريض انه عفوا بإحساس الغثيان، تقيؤ مع تعرق بارد
مع يعني فقدان للقوة بشكل كامل، مع ألم صدري يستمر لأكثر من نصف ساعة لا علاقة له بالتنفس ولا علاقة له بالضغط. هذا بيكون مميز تقريبا أهم ميزة للأزمة القلبية الناتجة عن احتشاء العضلة القلبية. الحالات الأخرى اللي ممكن يصاب فيها المريض بعض الأمراض، ممكن أنه يصاب بزرقة شديدة. زرقة شديدة قد تكون يعني هي مراحل متطورة أكثر، أو بأمراض أخرى خاصة بعض الأمراض الخلقية. أيوة. أنه بيصاب بزرقة شديدة، هو بزراق شديد، هي بتكون دليل أنه حدوث أزمة قلبية. في مرضى بيصابوا بعسر الاضطجاع، ما بيعود يستطيع المريض الاضطجاع أو الاستلقاء الظهري نتيجة تراكم السوائل بالرئتين، هي طبعا دليل على وزمة الرئة، لا يستطيع إلا أن يجلس، قد ضيق التنفس يوقظه من النوم، يضطر أن يجلس بوضعية الجلوس ويخفض قدميه لأنه عم يشعر بضيق تنفس شديد وبزلة تنفسية شديدة. كمان هذه علامة خطيرة، هي أنه لا يستطيع المريض الاضطجاع، مجرد ما يضطجع للخلف ممكن هي. طبعا هي أيضا علامة لأشياء كثيرة مثل انصباب التامور، انصباب الجنب، أحيانا سوء وظيفة العضلة القلبية الشديدة، وزمة الرئة، كلها هي علامات تدل. لكن المريض يجب أن ينتبه لهذا الموضوع، أنه والله لم يعد يستطيع، مضطر للجلوس بتسعين درجة حتى لا يصاب بضيق تنفس شديد. تسرع القلب الشديد أيضا هو علامة هامة، بيشعر بتسرع القلب، بيشعر بضربات شاذة بالقلب، أنه لم يعد القلب، كلها هي علامات قد تدل على أنه المريض دخل بأزمة قلبية. دكتور، إجانا أول اتصال، تفضلي يا جودي. ألو. يعطيك العافية دكتور. أهلا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. لو سمحت، أنا صار معي يعني صار معي ضيق تنفس قوي، رحت لعند الدكتور قام قال لي إنه معك انسدال تاجي. انسدال بالصمام. من الدرجة الأولى. تمام. انسدال بالصمام. فقط انسدال بالصمام التاجي دون قصور، ما هي فقط الا انسدال صمام. تمام، فقط بالانسدال. طبعا الحاله اللي تتحدث عنها الانسه المتصله هي حاله شائعه جدا، وهي ليس لها قيمه طبيه، اسمها انسدال الصمام التاجي. يعني بيكون بشكل وريقات الصمام التاجي في تطاول خلال الانقباض بترتفع للاعلى، لكن هو وظيفيا ما بتاثر على الانسان نهائيا. طبعا بتصيب اكثر شيء الشابات، وهي احيانا الاطباء بيجري ايكو ما بيوجد اي شيء بالموجودات السريريه، فقط بيكتب انه لدى المريض انسدال بالصمام التاجي. هذا بيحدث نوع من الوسواس عند المريض انه انا معناها عندي مشكله، هو حقيقه هذه ليس لها اي قيمه سريريه ولن تتطور لاي مشكله اخرى، فقط هو في يعني خلل بشكل الصمام دون ان يؤثر، او بالاحرى هو شكل الصمام هيك، يعني نوع من اشكال الصمام، بيترافق احيانا مع الام صدريه، نخز بالطرف الايسر، وهي الآلام أحياناً بتكون مترددة وتزداد بالشدات النفسية والتعصيب. وأكثر من يصاب بها حقيقة هن يعني فئة الشابات، وبيذهب لعند الطبيب، بصير في تسرع بالقلب خفيف قليلاً، ألم صدري، بيذهب بيساوي الإيكو بيقول له عندك انسدال بالصمام التاجي، بيدخل بحلقة مفرغة من يعني أشبه بالوسواس القهري إنه هو مريض، وهو حقيقة يعني لا يحتاج إلى أي شيء ولا يصاب وليس لديه أي مشكلة. ممكن بالحالات الشديدة جدا إنه يعني جرعات خفيفة من حاصر بيتا، من أدوية حاصر بيتا إنه تفيد المريض، لكن حالة الآنسة سليمة ولا تحتاج لأي شيء. معنا رنا، تفضل يا رنا. ألو. ألو. مرحبا. أهلين. كيفك دكتورة؟ تمام. تفضلي. ممكن أسأل الدكتور بس سؤالي؟ جاوبني بعد ما أفكر لو سمحتي. الله يسلمك. دكتور، أول سؤال، شو هي الخوارج الانقباضية اللي بتجي وبتروح وإمتى بتكون خطيرة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور، قبل الدورة الشهرية بسبعة أيام بيصير عندي تسرع بالقلب، بعد الدورة راحت القصة وانتهى الموضوع. وشكرا كثير دكتور، بس شو أعمل مشان التسرع؟ العمر قديش العمر تقريبا؟ عمر السيد عمرك قديش؟ 40 دكتور. 40 هلا بالنسبة للسؤال الأول عن خوارج الانقباض، القلب له يعني جملة ناقلة كهربائية هي بتنظم عمله، ببلش عمله من إشارات كهربائية بعدين بتتحول لانقباض، بصير انقباض. هلا بيحدث خلل بسيط انه بعض الضربات الشاذة التي لا تأتي من العقدة الأساسية، تأتي من عقد ضمن البطين أو ضمن الأذينات، هي بسموها خوارج انقباض. طبعا بشكل عام هي الخوارج هي سليمة، بشكل عام هي سليمة، لأنه أي جزء من العضلة القلبية يستطيع أن يعني يعطي تنبيه كهربائي. لكن اللي بيحصل ببعض الحالات تصبح هذه الخوارج خطيرة ومهددة للحياة. هلا بالنسبة لمرضى الشباب،
خوارج الانقباض تكون احيانا نتيجه القلق والتوتر، قله النوم، التدخين الشديد، تناول منبهات كالقهوه، احيانا فقر الدم، الارق، كلها هي عوامل تلعب دور بخروج هالضربات الشاذه. لما بتكون هالضربات الشاذه عم تخرج لكن دون وجود مشكله بالقلب، يعني احجام القلب طبيعيه، وظيفته طبيعيه، صماماته طبيعيه، ترويه طبيعيه، هي ليس لها قيمه ولن تنقلب الى مشكله. طبعا والطبيب بيقدر يميزها بالتخطيط، انه هل هذه الضربات لها قيمه او ستسبب مشاكل للمريض او لا. خوارج الانقباض بتكون خطيره عندما يكون المريض لديه سوء بوظيفة العضلة القلبية أو نقص تروية، يعني يعاني من مشكلة حقيقية، ممكن هالخوارج هي ساعتها أن تكون مهددة للحياة وتحتاج للمعالجة. طبعا كل خوارج أقل من 6 خوارج بالدقيقة أيضا إلى صفات معينة حسب تخطيط القلب الكهربائي وين موقعها، هي ليس لها قيمة خاصة إذا كان المريض سليم وليس له أي مشكلة. لكن حتى المرضى لديهم مشاكل بالعضلة القلبية ممكن تكون الخوارج سليمة فقط نتيجة الخلل الكهربائي وما تؤدي لشيء، ممكن أن تكون خوارج خطيرة وتحتاج إلى معالجة مكثفة طبعا بشروط معينة، إذا كانت كثيرة وإذا كانت وظيفة العضلة القلبية سيئة، في خلل بالصمامات، في توسع شديد بأجواف القلب، مصاب باحتشاءات سابقة، عم تجي نوب من التسرع البطيني أو التسرع الأذيني، هي بتكون هون الخوارج خطيرة وتحتاج للمعالجة. أنا أعتقد بحالة السيدة اللي تكلمت أنه هي خوارج يعني أنه سليمة ناتجة ممكن عن الأرق أو الجهد، فترة هلأ رمضان صيام، ممكن كمان قلة بالنوم، قلة بالطعام، كله هذا يأثر على هذا الموضوع يؤدي لخروج الخوارج. هي سألت سؤال تاني عن موضوع أنه ما قبل الدورة الشهرية، ممكن أحيانا بعض الاضطرابات الهرمونية خاصة بعد سن 40 تؤدي إلى نوب من تسرع القلب أو شيء، كمان هي طبعا لا يكون سبب القلب، يعني إذا كان القلب سليم ما سبب القلب، بيكون أسبابها نتيجة اضطرابات هرمونية تحصل بالعقد الخامس من الحياة، ومعالجتها لا تحتاج لمعالجة قلبية، بتكون معالجتها لمعالجة السبب الأساسي. ألو، في اتصال إجانا، تفضل يا محسن. ألو، حياتي. أهلا وسهلا. ألو ألو، تفضل. حياتي. إذا سمحت بدي أسأل الدكتور سؤال. تفضل. أهلا وسهلا. هلا أنا مركب دكتوري شبكة ضوئية شريان أمامي النازل، كان تسكير 90% وركبوا لي الشبكة من 4 سنين، وباخذ أدويتي بانتظام. إهتة شديدة، ما بعرف شو عم يصير معه؟ إهتة شديدة؟ شو كيف بدي آخذ هيك عوض أو أقدر آكل أو أقدر أتنشط؟ والحمد لله ما بشكي من أعراض. السؤال الثاني انه الشبكه هي الى عمر مديد او تخلص بعد؟ هو قال بالبدايه انه حاليا ليس له اي اعراض، لا يعاني من اي اعراض، معناها اللي كان تعرض لانسداد حاد او تضيق شديد يعني حرج وتم توسيعه، بما انه لا يشعر بالم صدري ولا يشعر بلهاس ولا تسرع قلب ويستطيع بذل الجهد، بيطلع دراج او بيمشي او بيحمل اشياء ثقيله ولا يشعر بالالم، فان شاء الله الاغلب انه الامور مستقره. هلا سؤاله الثاني كان عن موضوع عمر الشبكات، يعني صراحه لا يمكن التنبؤ بعمره، تختلف من حاله لحاله وتختلف حسب الاصابه السابقه، يعني الاصابات اللي بتكون اقرب لبدايه الشريان بتكون احتمال النكس فيها اعلى، الاصابات الطويله المتكلسه المتقرحه، الاصابات اللي عند المرضى السكري، كلها هي بتكون إذا كانت إصابة طويلة كتير ومتقرحة ومريض عنده داء سكري، هي احتمال النكس بيكون أعلى. بس طبعا مع الزمن كل ما عم تتطور أنواع الشبكات عم يكون احتمال النكس فيها أقل. فوالله حقيقة لا يمكن التنبؤ يعني بعمر الشبكة، قد تعيش 10 سنوات 15 سنة والمريض يشفى بشكل كامل وما يحتاج شيء، وقد يحدث النكس خلال الأشهر الأولى. طبعا هو دائما الخطورة الأساسية بتكون بالأشهر الأولى، لما بيمضوا الأشهر الأولى 3 أشهر الأولى 6 أشهر الأولى دون عودة الأعراض، الأغلب إذا كان المريض يعني طبعا يضبط عوامل الخطورة من سكري من ضغط من تناول الشحوم، الأغلب أنه لا تتطور لديه الإصابة وبيكون يعني إن شاء الله وضعه جيد. هلا دكتور بدي اسالك، نحن حكينا عن الازمه القلبيه، شو الفرق بينها وبين الذبحه الصدريه وبين خناق الصدر؟ هلا وطبعا كمان العلاج. والعلاج هلا احنا حكينا انه الازمه القلبيه اي مشكله بالقلب تتفاقم قد تؤدي الى يعني وتهدد حياه المريض او يصبح المريض بوضع صحي حرج،
تهدد وظيفة القلب بيضخ الدم، هي اسمها أزمة قلبية. هلأ أحد أنواعها بتكون الأزمة القلبية الناتجة عن نقص التروية القلبية. الذبحة الصدرية اللي هي كلمة الذبحة الصدرية هي كلمة معناها نقص التروية الإكليلية، يعني شبكة الشرايين التي تغذي العضلة القلبية بصير فيها مع الزمن تضيقات نتيجة ترسبات، تضيقات تحت الطبقة البطانية بتسد المعتة من الداخل. الذبحة الصدرية مقصود فيها أنه لما المريض بصير بيبذل جهد أو بيمشي يشعر بألم صدري شديد. طبعا هذا الألم الصدري بالبداية بيكون على الجهد، على جهد معين. لما بيوصل هذا الألم إلى درجة أنه أصبح الألم وهو المريض بحالة راحة كاملة، يعني رغم أنه مرتاح يشعر بألم صدري ناتج عن نقص التروية، هون بيكون دخل بقى بمرحلة خطيرة اسمها خناق الصدر غير مستقر، واللي بيتطور أكثر لأنه يصير احتشاء أو جلطة. جلطة اللي هي انقطع الدم في أحد الشرايين بشكل كامل، يعني منطقة معينة من القلب الشريان اللي بيرويها انسد بشكل كامل نتيجة التضيق، ثم يعني اجت خسارة عليه، الخسارة هي الجلطة، سكرته بشكل كامل، انقطع الدم بشكل كامل عن هذا الجزء المهم من العضلة القلبية، هذا اسمه الجلطة أو احتشاء العضلة القلبية. فالخناق هو أو الذبحة هي المراحل الأولى، بيكون خناق غير مستقر، ذبحة مستقر، خناق مستقر، بيتطور بصير خناق غير مستقر، ثم بصير احتشاء العضلة القلبية، يعني الاحتشاء أو الجلطة هي المرحلة الأخيرة. الذبحة الصدرية هي اسم شامل لكن له عدة مراحل. اللي عدة مراحل، بسيط بيكون خناق مستقر، خناق غير مستقر، ثم احتشاء العضلة القلبية. قبل ما نحكي على العلاج في معنى اتصال. ألو دعاء، تفضلي. ألو، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك دكتور. أنا من يومين فقت الصبح إيدي اليسار كثير عم تجعني، المساء صار معي تسرع بدقات القلب فظيع، بعدين صار معي قشعريرة بإيدي ورجلي وتقل وداير سمي كله، وبتجيني رشفة كثير كثير قوية. رحت طلبت دقيت للدكتور، عم عطاني دواء بس للتسرع، عم باخده هلا، ومن شهر صار معي نفس الشيء بس غبت شوي عن الوعي. هي قديش العمر؟ سميت عليه يومين. انا 32. 32 سنه وما عندها امراض سابقه قلبيه او شيء؟ لا انا معي بس التهاب اعصاب وديسك. أيوه؟ بس عم يقولوا لي انه بدك دكتور عصبيه. دكتور طيب هلا في كثير من الحالات اللي بتكون تظاهراتها قلبية خاصة عند الشباب بتكون أسبابها غير قلبية، يعني مثل مثلا موضوع فرط نشاط الدرق. فرط نشاط الدرق أحيانا يتظاهر فقط بأعراض قلبية، إنه يشعر المريض بنوب من تسرع القلب، دائما نبضه سريع وبتجي أحيانا نوب، وفي بعض الحالات بيدخل بشيء اسمه رجفان أذيني أو تسرع قلب جيبي شديد. هو القلب سليم 100% والشبكة الناظمة والناقلة ضمن العضلة القلبية سليمة 100%، ما في أي إشكال بالقلب، لكن ارتفاع هرمون الدرق زيادة كميته هو بيحرض العضلة القلبية على العمل والتسرع. في أمراض تانية مثل فقر الدم الشديد خاصة عند الشابات، عند الشابات كمان بتكون تظاهرات فقط تظاهرات قلبية مع أنه القلب يكون سليم 100%. بعتقد أنا مثل حالة الصبية أنه ممكن يكون عم تقول أنها عندها رشفة بإيديها وأنه عم تجي نوب تسرع، قد يكون عندها فرط نشاط درق. فالأفضل هي أنه بالبداية فحص الطبيب داخلية يتأكد أنه يعني بفحص كامل قد يكون السبب بعيد نهائيا عن القلب تماما، خاصة إذا كانت يعني إمكانية الجهد عندها طبيعية، بتطلع دراج، بترقد، بتلعب رياضة أو بتروح بتشتغل بالبيت، إذا كان كله طبيعي فالأغلب أنه هذا السبب ليس من القلب إنما من أسباب خارج قلبية، لأنه في أسباب خارج قلبية تعمل نفس الأعراض. حتى أحيانا يعني فرط نشاط الدرق الشديد قد يدخل المريض بأزمة قلبية، ممكن يفوت برجفان أذيني شديد سريع ويهدد الحياة أو يستلزم دخول المريض للعناية المشددة، رغم أنه هون القلب يكون سليم 100% ما في أي مشكلة، لكن السبب هو خارج قلبي. حنان تفضلي. ألو ألو. طيب سيد نصر تفضل. ألو. أيوه ألو. تفضل. ألو تفضل. أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن أحكي مع الدكتور؟ تفضل أكيد. دكتور يعطيك العافية دكتور طلال. الله يعافيك. أنا مريض، سويت لي عملية قلب مفتوح ب 13/10 السنة الماضية. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. أنا الحمد لله بألف خير من ناحية العمل الجراحي، لكن أنا عندي إذا بتتذكر عندي موضوع الخوارج الانقباضية. تمام
نحن حكينا هلا عن موضوع خوارج الانقباض. طبعا سبب عند الاخ انه عامل عمليه قلبيه سابقا مصاب بنقص ترويه، فانا سويت يوم سويت العمليه، لكن للاسف الشديد الخوارج بشكل دائم عم تجيني قويه. ايوه تمام فهمت علي. طيب هلا نحن بالنسبه لموضوع الاخ، انه الاغلب المرضى اللي بيصابوا باحتشاءات بتصير عندهم بؤر متليفه بالعضله القلبيه، هي بتاهب لحدوث الخوارج، او حتى لو نحن ساوينا عمليه وعدنا ترويه العضله القلبيه وصار وضعه سليم، لكن هالبؤر اللي تموتت وتليفت هي ما لها حل، يعني لا يمكن حل، بدها تضل تعطي هالخوارج. هلا هون الطبيب بيقدر هل هذه الخوارج عددها كبير خطيره، او هل يمكن السيطره عليها دوائيا؟ اذا طبعا كان عددها قليل ولا صفات معينه ما صف يعني بتبين على تخطيط القلب ليست صفات خطيره، يكتفي بالمعالجه الدوائيه. لكن اذا كانت هذه الخوارج عددها كبير متعبه للمريض، بتؤدي لسوء وظيفه عضله قلبيه، بتؤدي لمشاكل اخرى، او بتؤدي لخطر كبير اسمه الرجفان البطيني، انه بتوقف القلب بحاله الرجفان، هون لابد من تكثيف المعالجه الدوائيه. وإذا كان المريض مرضى عالين الخطورة بيلجأوا لشيء اسمه زارع مزيل الرجفان، يعني جهاز أشبه بناظم أشبه بطارية القلب، بيزرع تحت الكتف تحت الجلد وبيتم وصله للعضلة القلبية، بحيث أنه إذا هذه الخوارج زادت زاد عددها بشكل كبير وأدت إلى حدوث رجفان بطيني أدى لتوقف القلب، مباشرة بيتحسس هذا الجهاز وبيقوم بإعطاء الصدمة. طبعا بيشتغلوا هذا أطباء الأخصائيين بكهربائية القلب، في شيء عنا صار بالاختصاص كهربائية القلب، هو الطبيب الأخصائي بكهربائية القلب بيحدد أنه هل هذا المريض حالته تحتاج لزرع مزيل الرجفان أم لا تحتاج إلى زرع مزيل الرجفان. ممكن بالبداية يبلش بالمعالجة الدوائية، يكثف المعالجة الدوائية. في حال المريض ما استفاد وكانت هذه الخوارج صفاتها خطيرة، ساعتها لابد من اللجوء لزرع مزيل الرجفان، خشية حدوث رجفان بطيني، لأنه الرجفان البطيني بيهدد الحياة وقد يؤدي إلى وفاة المريض. أيوة. طبعا هذا اللي بيحددها هو الطبيب الأخصائي بكهربائية القلب. فقط هذا الإجراء له مشكلة واحدة، أنه هو عالي التكلفة، لكن هو إجراء آمن وسليم، فقط مشكلته أنه بكلفته العالية. طبعا ومن يحدد هو طبيب الأخصائي بكهربائية القلب. معنا هبة، تفضلي يا هبة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. الله يعافيك. إذا سمحت دكتور، أنا عندي عضل صمام مفتوح، فتحة بالصمام، وعندي نقص ترويه. فتحة بالصمام، عفوا ما بس فيني في الواحد. هلا أنا صايمة هذا شهر رمضان، بسوي الدكتور ما سألته إنه بينفع الصيام أو لا، بس هذا رمضان أنا صمته، يعني هلا أيام بحس حالي إني تعبانة، لازم إنه الواحد ما يصوم إنه إذا واحد هيك عنده؟ عفوا بس هي شو ما فهمت، عندها نقص تروية ومشكلة بالصمام؟ نقص تروية بالقلب وعندي فتحة بالصمام. فتحة بالصمام، هو الصمام مفتوح ما يعني ما فهمت عليك شو ايه؟ ولا قصور بالصمام أو تضيق بالصمام؟ لا هيك قال لي الدكتور قلبي، قال لي عندك فتحة بالصمام القلب تحول تاجي، يبدو في تضيق او شيء، يعني ما صد بالتضيق بالصمام التاجي. والله حسب حالة المريض، اذا كان التضيق حرج، تضيقات الصمامات الحرجة والشديدة يعني أكثر من المتوسطة، لا ينصح بالصيام، لأنه هو بالأساس بيكون مرور الدم عبر فوهة الصمام ضعيف، يعني تضيق الصمام بيحول دون مرور الكمية الكافية من هي. فلما بيجي المريض بيصوم أيضا حالة الصيام ونقص السوائل، هذا ممكن يدخله بأزمة قلبية. إذا كان يعني المرضى اللي عنده تضيق خفيف ممكن يصوم، لكن المريض اللي عنده تضيق متوسط أو شديد والله لا ينصح، يعني خاصة إذا كان فترة الصيام طويلة درجة الحرارة مرتفعة لا ينصح والله بالصيام، لأنه المشكلة الأساسية هي أنه هذا الصمام لا يسمح بمرور كمية كافية من الدم. فنحن دخل المريض بصيام وفي نقص سوائل وفي تجفف وكذا، معناها تفاقمت مشكلة. فإذا كان عنده تضيق متوسط أو شديد والله لا ينصح خاصة أنه هدول المرضى بتعاطوا أدوية أغلبها مبطئة للقلب أو فيها مدرات للبول كمان بيخسر السوائل، بتزيد الأمور، فهذا لا ينصح والله حقيقة. بس ألو اتصال تفضل. ألو ألو أهلين كفاء تفضلي. أهلا فيكي. بس هلق أني زوجي كان عنده غدة درقية واستأصلها استئصال كامل. هلق قبل كان معه خناق صدري غير مستقل، وهلق صار عنده اعتلال بالقلب. تمام.
هلا بس هم عم يعالجوه من الغده، بس بده يرجعوا يعملوا له قسطره وشبكين. تمام. هلا الحاله بعرف انه شو هو الاعتلال القلب. تمام، فهمت على السؤال. هلا حاله المريض اللي تتحدث عنه الاخت، الاغلب هو كان لديه نقص ترويه قلبيه وصار معه يعني عنده مشكله نقص الترويه وفاقمتها فرط نشاط درق. فرط نشاط الدرق هذا ادى الى تسرع بالعضله القلبيه. هالتسرع هذا اتعب القلب، يعني هو بالاضافه لنقص الترويه كمان انت عم تسرعي القلب، خليه يتسرع ويعمل بجهد بيحتاج لكميه اكسجين، ويبدو انه اصيب باكثر من جلطه قلبيه او نقص ترويه فصار اعتلال. الاعتلال هون مقصود فيه انه ضعف بوظيفه العضله القلبيه. العضله القلبيه لها وظيفه بشكل اساسي، هي ضخ الدم الى الجسم وضخ الدم الى الرئتين. فقدرته هون بيكون على ضخ الدم لانحاء الجسم اصبحت اضعف نتيجه انه توسعت العضله القلبيه وضعفت. هلا هون العلاج الاخ له شقين المريض اللي عم تحدث عنه. اول شيء يجب ضبط العنصر الإضافي اللي دخل على الخط اللي هو فرط نشاط الدرق. هلا ممكن أجروا له عملية لكن ما كان استئصال الدرق كامل أو حدث نكس فيظل عنده فرط النشاط، فهون لابد بالبداية من السيطرة على موضوع الدرق سواء بمعالجة دوائية أو بمعالجة جراحية، أنه يتسيطر على موضوع الدرق حتى لا يفاقم الحالة القلبية. هلا وبدنا نشوف بالنسبة للعضلة القلبية ما السبب الذي أدى إلى اعتلال، يعني هل لديه تضيقات متعددة بالشرايين الإكليلية، لديه أكثر من حادثة احتشاء عضلة قلبية، ونتوجه للعلاج. ممكن يكون أيضا في أحد الصمامات القلبية قد أصابه تلف أو مشكلة أو قصور، فكمان هذا هون ممكن نضطر ساعة للجراحة. فالحل هو بالبداية هلأ مثل حالته نضبط الدرق تماما، ولابد من إعادة القسطرة وإعادة الإيكو وتقييم وضع الشرايين الإكليلية، قد يحتاج لتوسيع أو قد يحتاج لجراحة وممكن يحتاج فقط معالجة دوائية. أوكي، شكرا كثير دكتور على المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. أهلا فيك.